بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هسه أمل من قناة جرافيك زينة. النهاردة إن شاء الله هتكلم عن أمر جديد من أوامر الواي كيو أرش. جميع دروس الواي كيو أرش هتلاقوها أعلى يسار الشاشة من فوق. هحط لكم الرابط، هيظهر لكم الرابط فوق في أعلى يسار الشاشة، وكمان هحط لكم روابط الدروس السابقة أسفل الفيديو في صندوق الوصف. الدرس اللي أنا هتكلم عنه النهاردة اللي هي باجي أفتح الواي كيو أرش، عندي هنا في حاجة اسمها Modify Plus زي ما احنا شايفين كده، وهنتكلم النهاردة على Break All Objects. Break All Objects أو الاختصار بتاعها BA، دي عبارة عن أداة بتعمل لي Break ما بين الأشكال. لو الأشكال مترابطة ببعضها بتعمل لي Break ما بينهم. طب إزاي هنعرف الكلام ده؟ هنشوف مع بعض. أنا عندي دايرة أهي، وعندي Rectangle بالشكل ده كده، وعندي ممكن لاين بالشكل ده مثلا. ادي اكتر من شكل داخلين مع بعض بالشكل اللي احنا شايفينه ده. لو انا جيت عملت البريك العاديه، لازم ان انا احدد النقط اللي انا هعمل لها البريك. هنا لو جيت قلت له بي اي اللي هي اختصار الاداء اللي احنا بنستخدمها النهارده، وهدوس انتر، وجيت خدت الاشكال دي كلها مع بعض، وبعدين دوس بيمين الماوس كده، ايه اللي هيحصل؟ هنلاقي ان ده اهو انفصل، شايفين؟ عمل لي بريك ما بينه وما بين الريكتانجل الموجوده اللي هي نقاط التقاطع ما بينهم اهي. لو انا جيت قلت له اهي عايز اشيلها، اعمل اريس كده، هنلاقي دي اهي انفصلت برده، ده انفصل عن ده، نقطه التقاطع ما بينه وبين الدايره عمل لي عليها بريك بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طب واللاين اهو، شايفين اللاين؟ اتقسم ثلاثه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طيب لو انا جيت عملت لاين بالشكل ده ولاين تاني اهو بالشكل ده كده، وجيت قلت له بي اي وبعدين انتر، وجيت خدتهم كلهم كده، هنلاقي ايه؟ هنلاقي ان هو اهو فصل الخطوط اهي عن بعضها. لو انا جيت عملت دول اريز، عملت مثلا ده اريز اهو، شايفين؟ عمل بريك ما بين الخطوط. بكده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.